أمام فاجعة الجوع الغزاوية، كل ما هو غير مألوف بات مقبولاً. لم تجد تلك السيدات من سكان مخيم الشابورة وسط مدينة رفح بديلاً عن الاصطفاف في طوابير للحصول على قوت الساعات القادمة عند إحدى تكيات الخيرية التي تقدم الطعام للمحتاجين. بعدين يعني كل دار لا أكل ولا شرب ولا كهرب ولا مي ولا حاجة ولا طحين، الناس كلها صارت معنا على النار على الوقود، حتى فيش كاتين في الدار ولا في خشب ولا في إيش، والناس كلها عيان، مرض سكر مرض ضغط مرض قلبه، يعني أفضل معاناة إحنا بنشوفها في الحرب هذه. كم يوم كم يوم لكم في المعاناة هذه؟ إحنا اللي 30 يوم شهر زمان إحنا في المعاناة هذه، نتفت مي بنقف عليه طوابير يعني بالميات وبالألوفات، بنقف لنتفت مي، لو أي حد بيوزع نتفت رز هالقدة نقف طوابير. لكن الجديد بالنسبة للعاملين في هذه التكية هو أنها بدلاً من خدمتها للعشرات من العائلات الأشد فقراً في المخيم، أصبحت الطريقة الوحيدة بالنسبة لآلاف القاطنين فيه للحصول على الطعام مع نفاذ الغاز والمواد الغذائية وعدم قدرتهم على توفير أبسط احتياجاتهم الأساسية. ما عندناش ولا حاجة ناكلها، وإحنا عندنا 50 نفر جايين ناخد طبيخ من هدول عشان بس عشان هذا نفس الطبيخ تبعتهم، ولسه أخوانا بيقولوا بدنا كمان لسه وجعانين لسه، الطبيخ ما بكفناش يوم. المخيمات الفلسطينية الأشد فقرا وعوزا أصبحت تمثل الصورة الأوضح للمعاناة التي فرضتها الحرب على غزة، فضلا عن حصار خانق يتفاوض العالم مع إسرائيل لتجاوزه وإحصاء عدد ما يمكن تقديمه للفلسطينيين من لترات وقود وماء.